بيكم. كل سنة طيبين. المرة دي بجد، لأنه النهاردة آخر اجتماع شهر ده. عندنا يوم الجمعة 18، بقى السبت الجاي مش هينفع من السبت الجاي عشان المكان هنا، فده آخر اتنين هذه السنة. كل سنة طيبين، هشوفكم السنة الجاية. فأول اتنين جاي هيبقى بعد العيد، هيبقى 11 يناير. أوكي؟ العيد 7 يناير بالمناسبة. احتياطي برضو. فهنا عشان بعده 25 والعيد 7، فأول اتنين هنتقابل فيه هيبقى 11 يناير، وهيبقى حفلة عشان ده هيبقى عيد الميلاد العاشر لهذا الاجتماع. من 10 سنين في يناير ابتدى الاجتماع ده، فهتبقى هنعمل حفلة كده يعني، هيبقى فيها حاجة حلوة. حاضر، عشان خطرك بس. فهيبقى 11 يناير وهيبقى احتفال لعشر سنين لهذا الاجتماع. أمين. فيوم الجمعة اللي جاية 18 هو نهاية السنة، هو اليوم اللي دايما بنقضيه كده مع بعض لكلمات الرب اللي عايز يطلقها للسنة اللي جاية وما بعدها. الحقيقة المرة دي 16 وما بعدها هي اللي أنا مشغول بيها، مش بس 16. فأؤمن ربنا يدينا وقت حلو يوم الجمعة. أمين. الأربع شغال يعني بعد بكرة، والأربع اللي ورا شغال، هو الاثنين بس اللي النهاردة آخر اجتماع. كل سنة طيبين. آية صغيرة من أفسس 3 بس شعرتها وإحنا بنسبح مع بعض. جوايا مربوطة بالعيد، بس هي ما فيهاش أي حاجة ليها علاقة بالعيد، بس جوايا مربوطة بالعيد. هقرا آيات، هي آيات جميلة، آيات جميلة بالنسبة لي، بس هي آيات من العهد الجديد في أفسس 3 عدد 14. بسبب هذا أحني ركبتي لدى أبو ربنا يسوع المسيح. خلي بالك، بولس بيحني ركبته لمين؟ للآب، أبو ربنا يسوع المسيح، لدى أبو ربنا يسوع، فبيحني ركبتي للآب. الذي منه من الآب تسمى كل عشيرة في السماوات وعلى الأرض، لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. خلي بالك، وبيطلب من الآب أن يعطيكم، فده الآب، بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن، ليحل الإبن بالإيمان في قلوبكم، وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة، تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين العرض والطول العمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح فائقة المعرفة، لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله، القادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا، له المجد فين؟ في الكنيسة، في المسيح يسوع، إلى جميع أجيال الدهر الدهور. أمين. آية جميلة وفيها معاني كتيرة ومخارج كتيرة، بس أنا عايز أبص على حاجة. ليها علاقة بالعيد. مش عيد الميلاد بصورة خاصة، بس ليها علاقة بال... بصوا في عدد 16، في عدد 15 أنا آسف، منه تسمى كل عشيرة في السماوات وعلى الأرض. عدد 21 له المجد في الكنيسة. هنتكلم كتير يوم الجمعة، أو هنتكلم في حاجة، مش يعني هتكلم حاجة عن الكنيسة، وإعلان بيخرج عن الكنيسة للزمن اللي جاي، لأن الكنيسة للأسف الكلمة بقت ليها صور معينة أو ترجمة معينة في أذهاننا غير الترجمة الكتابية لكلمة كنيسة. فهنتكلم عن الإكليزية، لأن كلمة كنيسة في العهد الجديد يعني إكليزية، وإكليزية لا تعني الكنيسة اللي احنا
المتداولة، يعني كنيسة كذا أو كنيسة كذا أو كنيسة كذا. إكليزية دي حاجة تانية خالص. فحنحكي عن الإكليزية، فحسبها لليوم الجمعة، يعني دي دعاية اليوم الجمعة عشان تيجي. لكن لأنه إعلان الإكليزية حيزداد من 16 فيما بعدها، أنا كده هخش على يوم الجمعة بس هحاول أوقف نفسي. بس إعلان حقيقة يعني إيه كنيسة هيزداد فيما 16 وفيما بعدها، والكنيسة هتاخد مكانها الحقيقي مش المكان المتدين، لأن الرب لم يأتي عشان يصنع منظمة كنسية أو مؤسسة كنسية، جاء عشان يبني إكليسية. وفي فرق ضخم جدا ما بين المؤسسة الكنسية والإكليسية، الكنيسة اللي هو بيبنيها. فرق ضخم جدا في المعنى، فرق ضخم جدا في الكلمة، نفس الكلمة كلمة كنيسة، بس للأسف لأنه إحنا أفقدنا الكنيسة من الإكليسية بتاعتها، فما بقتش كنيسة، بقت مؤسسة كنسية، والكنيسة مش مؤسسة. فهو في عدد 15 بيكلم نفس الكنيسة، بيقول الذي منه من الآب تسمى إيه؟ كل إيه؟ عشيرة. إحنا عشيرة. أنتوا عشيرة. عشيرة ملكوت، انتوا عشيرة ملكوت، فعيدك عشيرة ملكوت للملك. الهوية كتير بتتلخبط، الارض يقولك انا بتحضر في مش عارف ايه، وبتحضر كنيسة ايه، وبتحضر اجتماع ايه، وبتحضر انسى ده 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 زيت قديم، بتحضر اجتماع مش عارف مين، وبعدك تحضر خدمة مش عارف مين، وبعدك بتخدم في كنيسة مش عارف مين، كل ده زيت قديم. انت عشيرة وانت في كنيستك، ما تسيبش كنيستك. انت عشيرة وانت بتحضر اي اجتماع، انت عشيرة ملكوت. ده مش بيلغي كنيستك ولا اجتماعك ولا خدمتك، لكن محتاج تعرف هويتك. هويتك مش طايفة ولا اجتماع بتحضره ولا خادم بتحضره، هويتك هو عشيرة ملكوت الذي من الآب تسمى كل عشيرة في السماء وعلى الأرض. الذي من الآب بتؤيد بالروح في الإنسان الباطن. الذي من الآب الابن بيملأ قلبك بالإيمان. الذي من الآب بتعرف محبة الابن فائقة المعرفة. الذي من الآب بتدرك الأبعاد بتاعة الملكوت، الطول والعرض العمق والعلو، وتختبر محبة المسيح فائقة المعرفة فتمتلئ إلى كل ملء الآب. الذي منه تسمى كل إيه؟ عشيرة، عشيرة ملكوت. فأنت مش لوحدك، في عيلة عشيرة. مش بتحضر اجتماع كل واحد على كرسي وكل كرسي لوحده. حد فاهم قصدي يعني إيه كل كرسي لوحده؟ يعني محدش حاسس بيه ومش حاسس بأي حد. لا، انت مش موضوع انك تحس هو ان احنا محكيين. ممكن ما تبقاش محكيين، بس احنا عشيرة، لان الروح اللي ماشي فينا واحد. الروح اللي ماشي فينا بيطلق حب وبيطلق ابوة الله فينا. الاب هو اللي بيخلق العشيرة. لو في اب يبقى في عشيرة، لان لو في اب يبقى في ابناء، مش كده؟ ولو في اب وابناء بقى عشيرة، بقى قبيلة، ولأنه آبا وكلنا بصين عليه فبيخلق فينا عشيرة. العشيرة دي الأبناء مش لازم يكونوا محكين كل حاجة، بس هم أخوات، هم أبناء، هم عشيرة، وعارفين هويتهم. هويتهم جاية من آبا، والروح اللي فيهم عمال بيصرخ آبا. ولما آبا بيسكب حب، بيسكب حب عليهم، فنختبروا كل ملء الله. لما آبا بيسكب الابن البنوة فيملأ قلبك بالإيمان، لأنك ابن، لأنك ابن فأنت وارث. كل الموضوع جاي من آبا ليأيدك بقوة بروحه في الإنسان الباطن. ده آبا، لأنه هو مصدر كل حاجة. وده اللي بيخلينا عشيرة، أن عينينا بصر نفس الحاجة، عينينا بصر نفس الشخص، نفس المصدر. والروح اللي فينا عمال بيصرخ آبا الآب. إحنا عشيرة ملكوت. تعبير بايخ يعني، ما لما حد يسألك انت رايح اجتماع ايه الاثنين، ولا ما تقولش اجتماع فلان ولا اجتماعك مش عارف، ما تقولش ده مش اجتماع فلان، ده عشيرة ملكوت.
مش عشان انا اعرف ناس او ما اعرفش ناس، مش عشان في حاجه بتتخلق اسمها عشيره ملكوت. ده مش بيلغي انك بتحضر كنيسه وبتحضر مش عارف ايه وبتخدم مش عارف ايه وبتيجي اجتماع يوم الاثنين او معظمكم بيجوا الاثنين، بس القصه مش كده. القصه ان في حاجه بتتخلق في بلدنا، في حاجه بتتخلق في بلدنا، والحاجه دي جميله. الحاجه دي جميله، مش لازم نجهضها باسماء ومسميات زيت قديم. الزيت القديم بيعمل حواجز، وكل كرسي لوحده وكل اجتماع لوحده، وبعد كده يديك مسميات، اصل ده اجتماع فلان او ده اجتماع خدمه كذا او ده اجتماع كنيسه كذا. ريلاكس، ده زيت قديم، بليز من فضلك، ده زيت قديم قوي 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 وما بيجيبش نتيجه، لان رب يخلق حاجه مختلفه اسمها عشيره من 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 الاب، والعشيره دي متخطيه الحدود. يعني ايه متخطيه الحدود؟ متخطيه حدود الاجتماعات وحدود الكنائس وحدود المسميات وحدود الطوائف. العشيره دي اوسع واكبر وحقيقيه اكتر من حيطان. انتمائك، هويتك، هويتك جايه من ابا اللي منه بتسمى كل عشيره في السماء وكل عشيره على الارض. فعشائر الأرض كلها متسمية من نفس المصدر أبا. ما تعودناش ننتمي للسماء، بس إحدى الحاجات اللي هتحصل من 16 فما وطالع، أنا برضو بسبق نفسي، إنه ال- 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 الحجاب أو الغلالة اللي فصلة ما بين السماء والأرض بتبقى رقيقة جدا، بتزداد رقتها، بتبقى بدل ما كانت سميكة بتبقى رقيقة جدا، وأي واحد عايز يفرقعها ممكن يفرقعها. فايبر ده إعلان. أي واحد عايز يوم فتنسكب، لأن الغلالة أو الفاصل ما بين السماء والأرض ستزداد رقته، سيبقى رقيق جدا، رقيق جدا 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 جدا. فالسماء الارضيين ممكن يبقوا سمائيين بسهوله. اقرا لكم ايه؟ طيب انا العب معاكم، انتوا منظركم محترم قوي كده، فانا العب معاكم. كورنثوس، رساله كورنثوس لازم تعيدوا. ربنا دمه مش تقيل، ربنا دمه قوي، اشتراك بس دمه خفيف. آية كده مش هنتأمل فيها دي بقى. أنا دي آية فقط للعب يعني. كورنثوس الثانية 5، وانت فكر فيها لما تروح البيت. عدد 6، كورنثوس الثانية 5:6، إذ نحن واثقين كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنين في الجسد، فنحن متغربون عن الرب. أوكي، خلي بالك بولس هلخبطك بعد دقائق، وأنا هساعده في لخبطك. مستوطنون دي على إيه؟ في الجسد. أوكي، متغربون دي عن إيه؟ عن الرب. وإنت مستوطن في الجسد يعني موجود حضرتك هنا، فانت متغرب عن مين؟ خلي بالك. اوكي، فانت مستوطن فين؟ متغرب عن بالايمان نسلك لا بالعين. وانت مستوطن في الجسد بتعيش بالايمان، وانت مستوطن في الجسد متغرب عن الرب. فنثق ونصر بالاولى ان نتغرب عن الجسد، قلبهم، خلي بالك، نتغرب عن الجسد ونستوطن فين؟ في الرب. احنا دلوقتي مستوطنين في الجسد متغربين عن الرب، فنثق ونصر ان نتغرب عن الجسد ونستوطن فين؟ عند الرب. لذلك نحترس ايضا، مستوطنين كنا او متغربين، أن نكون إيه؟
ان شاء الله تكونوا بخير. انتوا بتقروا الكتاب المقدس؟ الايه دي محتاج تفكر فيها. اوكي، لو احنا مستوطنين عند الرب معناها ايه؟ متغربين عن الجسد واستوطننا عند الرب، يعني ايه؟ بيتكلم عن ايه؟ لما نروح السماء يعني؟ اوكي، نقراها تاني. عدد 4، نحن الذين في الخيمة نئن متثقلين، لسنا نريد أن نخلعها بل أن نلبس فوقها لكي يبتلع المائت من الحياة. الذي صنعنا لهذا عينه هو الله الذي أعطانا أيضا عربون الروح. فإذ نحن واثقين كل حين وعالمين أننا ونحن مستوطنين في الجسد متغربين عن الرب. بالإيمان نسلك لا بالعين، فنثق ونصر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عن الرب. الحقيقة 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 الحقيقة، بولس ابتدى بيتكلم عن ان احنا نروح السماء، بس ام فتح حاجه في النص مش ملهاش دعوه بالمروح للسماء. مروح السماء يعني لما تنتقل للسماء، ام غير الموضوع او فتح الموضوع. انت مش محتاج تستنى لغايه لما جسدك يموت عشان تروح السماء وتستوطن عند الرب. عشان كده اعطانا عربون الروح. فبيقول ايه هنا المفتاح، عدد 9، لذلك نحترس ايضا مستوطنين، ايا كان بقى مستوطن هنا مستوطن فوق، متغربين، متغرب عن الرب او متغرب عن الجسد، ان نكون ايه مرضيين عنده. هو انا لما بعد ما اروح السماء احاول اكون مرضي عنده؟ إذن بولس ببساطه بيقول لك مستوطن هنا، متغرب هنا، مستوطن في السماء. وهنا مستوطن في السماء مش معناها انك مت، مستوطن في السماء معناها انك لسه هنا بس مستوطن في السماء. فوانت هنا ومستوطن في السماء احرص ان تكون مرضي عنده. اوكي مش مهم، اللي فتح الحته دي انا بلعب معاكم. الفتح الحته دي الجمله انا قلتها ان الغلاله بتبقى رقيقة جدا، فاللي مستوطن في الأرض ممكن يستوطن في السماء قبل ما يموت، لأن الغلالة بتبقى رقيقة قوي. إيه اللي يخليك مستوطن في السماء؟ إن الخطوط اللي ما بين روحك وما بين قلبك وما بين عينيك وما بين صلواتك زيادة مع آبا الآب. فأنت متوصل مع آبا طول الوقت، متوصل مع كل حاجة. هو المصدر، هو السورس الذي منه تسمى كل عشيرة في السماء والأرض. العشائر السماوية متسمى من الآب، والعشائر الأرضية متسمى من الآب. عشان كده العشائر في الأرض لها مصدر واحد. فبتنسى الحواجز والمسميات والأسماء وفلان وخدمة مش عارف إيه وكنيسة إيه، وبتفهم إن رب يخلق حاجة جديدة في الأرض اسمها كنيسة. أنا بوقف نفسي عامل فرامل كتيرة جدا عشان ما أقعدش أحكي عن اللي هقوله يوم الجمعة، بس اسمها كنيسة، هتعرفها يوم الجمعة. مش كنيسة اسم حاجة، لكن حاجة في الروح مش حاجة في الأرض. فبتحضر في كنيستك، بتحضر في خدمتك، وبتحضر في اجتماعك ومحافظات والمدن اللي بتتفرج علينا والبلاد اللي بتتفرج علينا، بتبقى في مكانك. بس في حاجة بتتخلق في الأرض. روح معايا الأرمية، أرمية 31، في حاجة جميلة بتتخلق في الأرض. لأن لو ما فيش كنيسة في الأرض ربنا مش هيعرف يسكب الملكوت للزمن اللي جاي. تقول لي في كنيسه في الارض، اقول لك اه في كنايس في الارض، بس في حاجه في معنى الكلمه بينفجر. ارميه 31، في ذلك الزمان يقول رب اكون الها لكل عشائر. فاكرين عشائر؟ اوكي، عشائر اسرائيل وهم يكونون لي شعبا. هكذا قال الرب. بصوا خلي بالكم، ارميه نبي صح؟
مش محتاجة معلومة. أرميا نبي، فأرميا وهو بيتنبأ بيتكلم عن دلوقتي وعن الزمن اللي جاي طول الوقت، فهو مش بيتكلم عن اللي تحت رجليه، هو بيتكلم عن حاجات جاية وبيتكلم عن دلوقتي وبيتكلم عن الماضي في نفس الوقت، لأن النبي بيرى الثلاثة في نفس الوقت، أن النبوة لو من الرب بتبقى بره الزمن. خلي بالك لأنه حيلف حاجات كتيرة قوي زمنية نبوية. هكذا قال الرب قد وجد نعمة فين؟ في البرية. هو الشعب اللي كان في البرية ده كان أيام أرميا، ده ماضي أوكي؟ فأرميا واقف في الزمن وابتدى يتنبأ، بيقول لك يقول الرب أكون إلها لكل العشائر وهم يكونون لي شعبا. هكذا قال الرب، وقم ضارب ماضي، قد وجد نعمة في البرية الشعب الباقي عن السيف، حين سرت لأريحه. فاكرين حين سرت لأريحه دي مين؟ موسى. أشكرك موسى، إلا ما سعد وجهك أمامي فلا تصعدنا من هنا، الوجه يسير فإيه؟ فأريحك. فأرميا جايب البعد النبوي والروحي من وراء. حين سرت لأريحه تراءى لي الرب من بعيد، محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. كانت نبأ سأبنيك بعد فتبنين يا عذراء إسرائيل. وتنبأ نبوات، حنط معاك علشان حنخش في حاجات كتيرة لما تدرس صح، تجد نفسك بتلف في الزمن كتير. عدد 21، انصبي لنفسك صوة، اجعلي لنفسك أنصابا، اجعلي قلبك نحو السكة الطريقة التي ذهبت فيها. ارجعي يا عذراء إسرائيل، ارجعي إلى مدنك، حتى متى تطوفين يتها البنت المرتدة؟ لأن الرب قد خلق شيئا حديثا في الأرض، أنثى تحيط برجل. هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، سيقولون بعد هذه الكلمة في أرض يهوذا وفي مدنها عندما أرد سبيهم، يباركك الرب يا مسكن البر، يا أيها الجبل المقدس، فيسكن فيه يهوذا وكل مدنه معا الفلاحون والذين يسرحون القطعان، لأني أرويت النفس المعية، ملأت كل نفس الزائبة، على ذلك استيقظت ونظرت ولذ لي نومي. أتاري أخونا أرميا كان نايم، نبتدي من وراء القدام، على ذلك إيه؟ استيقظت. أخونا أرميا كان نايم، بس هو نايم كان بيشوف، ونظرت أوكي؟ فهو نايم كان في حلم، كان في رؤية، على ذلك استيقظت ونظرت ولذ لي نومي، استمتعت باللي شفته أوكي؟ فببساطة أنا بادي من وراء القدام، أرميا بيقولك أنا شفت رؤية واستمتعت جدا وأنا بشوفها. إيه اللي شفته؟ رب يخلق شيئا حديثا في الأرض. أرميا في الزمن أم جايب في الروح كلمات نبوة، جايب اللي وراء الشعب السالك في البرية، قد وجد نعمة في البرية الشعب الباقي عن السيف، وأم عدي في خلال الإصحاح بنبوات لا علاقة بأزمير، لا علاقة برحيل، لا علاقة بإفرايم، لا علاقة فدخل من أول الشعب اللي ماشي سرت لأريحه، أم معدي على الأصباط، معدي على أم حالم حلم أو رأى رؤية وهو نايم ما حصلتش قبل كده، السيستم اتغير تماما، ويقول لك أنا على ذلك استيقظت ونظرت ولذ لي نومي. الرب بيعمل حاجة جديدة في الأرض. أوكي، هو إيه القديم؟ نرجع للقديم. قد وجد نعمة في البرية، إيه رأيكم؟ مش حاجة كويسة؟ ردوا علي. قد وجد نعمة في البرية، مش حاجة كويسة؟ بس ده قديم. سرت لأريحه، دي حاجة كويسة؟ حضوري يسير فأريحك، دي حاجة كويسة؟ بس ده قديم. سأبنيك بعد فتبنين، حاجة كويسة؟ كويسة جدا.
وانا نطيت لان الايات اللي في الوسط كويسه كلها كويسه. بس 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 في في حته في شفت حاصل. ورب بيقول لك ربنا بيعمل حاجه ما حصلتش قبل كده. قبل ما اخش في اللي ما حصلش قبل كده، هو انا بديت معاك من عدد 21. انصبي لنفسك ايه؟ سوى اجعلي لنفسك انصابا. اجعلي قلبك نحو السكة الطريقة التي ذهبت فيها. ببساطة يعني لأن الجديد اللي الرب عايز يعمله، وزي ما هنبص في تكملة المشاركة الصغيرة بتاعت النهاردة دي ونعيد مع بعض، الجديد اللي الرب عايز يعمله بيحتاج إنك تركز وتصدق. مش بيحصل جلا جلا، أو سوري أنا آسف، الطبيعي والتعود بتاعك بيخليك أسهل لك إنك تلعب في نعمة البرية اللي هي حلوة قوي، وتلعب في الحضور اللي بيريح وده حلوة قوي، وما تخشش على الجديد اللي الرب بيعمله اللي ما حصلش زيه قبل كده. فتعيش على فكرة ده اختبرنا كلنا، فما تبصليش بهذا الوجه الغريب. اختبرنا كلنا انه 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 ان ربنا بيقوم ناقل تروس العربية، بيقوم ناقل السرعة، بيقوم ناقل الترقية، بيقوم ناقل السلطان، بيقوم ناقل الكلمات، بيقوم متحرك ليك لمستوى اعلى. لكن لان احنا ما بنبقاش يا اما مصدقين يا اما واخدين بالنا يا اما ملفوفين في نفس السلوفان القديم اي حاجة، فبنفضل مستمرين في الحلو القديم لان احنا مش مدركين ديناميكية اللي ما شفناهوش قبل كده. تعرفوا القول اللي هو مش آية اللي بيقول اللي نعرفه أحسن من ما نعرفوش؟ دي مش آية. في ناس بالنسبة لهم دي آية. اللي نعرفه أحسن من ما نعرفوش. وربنا طول الوقت عايز ياخدك اللي ما تعرفوش. ما لم تره، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على بال إنسان، أعد رب ليك. مش في السماء، أعلنه لنا الرب بالروح القدس لكي نعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. مش كلام على السماء، مستوطنين ومتغربين الاثنين مرضيين. فاحنا طول الوقت بنتتبع آية اللي نعرفه أحسن من ما نعرفوش، اللي متعودين عليه أحسن مش متعودين عليه. خلينا في السليم يا عم، في نعمة في البرية، بوس إيدك وش وظهر يا عم، بيسير أمامك ويريحك، بوس إيدك وش وظهر. برغم أني أرمية بيتنبأ عن الماضي، وبعد كده لما شاف حاجة لسه ما حصلتش، رب يخلق شيئا حديثا في الأرض. يعني نعمة البرية دي ولا حاجة، لأن رب يخلق شيء حديث. الحضور اللي بيسير ليريحك ده ولا حاجة. تراء الرب، تراء لي الرب، عدد ثلاثة، محبة، عدد ثلاثة، عدد ثلاثة، تراء لي الرب، عدد ثلاثة، محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. إيه رأيكم؟ حلوة وده ولا حاجة. ايه الوحش في الايه دي؟ من بعيد ترى لي الرب. ايه ليه يبقى من بعيد؟ حد فاهم حق؟ انتوا منظركم مش عايزين تعيدوا، انا معيد، ففكوا النشا كده وعيدوا معايا. ماشي، ترى لي الرب من ايه؟ من بعيد. انا مش عايز من بعيد، صح؟ محبه ابديه احببتك قدمت لك الرحمه. ايه تجنن؟ وده يقول لك الرب، اخونا ارميا يقول لك ده لما نمت انا حلمت حلم حاجة ما حصلتش قبل كده، فلذ لي نومي. محبة أبدية أحببتك دي حصلت قبل كده. أدمت لك الرحمة دي حصلت قبل كده. تراء الرب دي حصلت قبل كده. بس أنا نظرت حاجة ما حصلتش قبل كده، فلذ لي نومي. وإحنا بنتبع آية اللي نعرفه أحسن ما نعرفوش. ورب طول الوقت يقولك أنا واخدك ما لم يخطر على بال، أكثر مما تطلب، أكثر مما تفتكر، يعني لما تعرفوش. ولأني أماني في اللي أعرفه،
فبفضل في نعمة البرية عن إني أخش لشيء حديث بيحصل في الأرض. مفتاح إني أخش لشيء حديث بيحصل في الأرض إني أبتهج. إني أبتهج، أبتهج لي في حاجة جديدة. أبويا جايب لي هدية. فأنا كل كياني مستني متعلق لما أفتح الهدية. لما بلعب بلعبي القديمة ما بقاش ليها طعم. هي كانت جميلة في يوم الأيام لما خدت الهدية من سنة، كانت جميلة، بس النهاردة قديمة. ليه؟ لأن في هدية جديدة هفتحها. الدم التقيل بتاعي بيقولي إيش عرفني، إيش ضمني، خليني ألعب. القناعة كنز لا يفنى. خليني ألعب في اللعبة القديمة وما افتحش اللعبة الجديدة، يمكن ما تعجبنيش. ده دم تقيل. ليه؟ لأن الذي منه تسمى كل عشيرة صالح، محبة أبدية. المحبة الأبدية دي القديمة هي اللي بتغطي كل حاجة، فبتغطي اللي انت ما اختبرتوش قبل كده. فالمحبة الأبدية مش خلصت، أدمت لك الرحمة مش خلصت، فالمحبة والرحمة مكملة. بس مش معنى كده ان المحبة القديمة هي هي هتخلي معاك الزيت القديم، ان المحبة دي مش قديمة، دي أبدية، يعني شغالة فوق حياتك طول الوقت عشان تسكب ليك أمور جديدة لم تختبرها من قبل. دي مش محبة قديمة هي هي ثابتة، لا، دي محبة أبدية فريش النهاردة تغطي كل لحظة في حياتك. أدمت لك الرحمة. أوكي. فبيقولها إيه في عدد 21؟ انصبي لنفسك سوى، اجعلي لنفسك أنصابا، اجعلي قلبك نحو السكة. يعني هشرح لك الحتة دي ببساطة ببساطة. يعني زي ما تكون طالع على سكة سفر، فبيبقى فيه علامات. يعني طالع على طريق اسكندرية، ماشي، فيقول لك اسكندرية 120 كيلو، ماشي، هي دي الصوة، ماشي. توصل عند مصدر، دي الأنصاب النصبة، فتقوم مريح في السكة، ماشي. فنصوب لنفسك صوة علامات في السكة، اسكندرية 180، اسكندرية 179، ماشي، يبقى انت ماشي في السكة. وفي السكة ممكن تريح علشان تتأمل السكة بتاعتك. اجعلي قلبك نحو السكة. انصب لنفسك صوة، اجعلي لنفسك أنصابا، أنصابا يعني نصبة. أوكي؟ ما حدش يعرف ان مترو كان نصبة، بس مش مترو، هو مصدر، مصدر مش مهم، انسى. في ناس بتبص لي مين مصدر ده اللي في سكة اسكندرية. المهم، لو انت ماشي في السكة رايح اسكندرية وبعد شوية لقيت اليافطة بتقول الزقازيق، اعرف انك حوت، صح مش كده؟ أسيوط، ما اعرف انك في حاجة غلط. فاجعلي قلبك نحو السكة. ليه؟ لانه الصوى والانصاب بتخليك مركز انك طالع للامر الجديد اللي رب اعده ليك. اوكي؟ انصب ده معنى الآية بالمناسبة، بس انصب لنفسك صوة، اجعلي نفسك أنصابا، اجعلي قلبك نحو السكة، الطريقة التي ذهبت فيها. ففي علامات في السكة بتحافظ عليك في الطريق. العلامات دي بتقول انت رايح في نفس الاتجاه وعمال بتقرب. لو انت طبعا ده يعني لو انت 120 119 بكده نفسك 180، يبقى انت لفيت، صح؟ فاهمين قصدي؟ اجعل قلبك نحو السكة. لو اللي انت متحرك فيه عمال بتقرب منه انت شغال صح، لو انت اللي متحرك فيه عمال بتبعد عنه يبقى انت لفيت. مش محتاجة فقاقة، بس برضو محتاجة حتى متى تطوفين هنا، يعني ايه حتى متى تلفين؟ ما هي ده المعنى. اجعل نفسك أنصاب وسوى عشان ما تلفش، عشان مش فجأة تلاقي نفسك في الزقازيق. انت طالع فين؟ ولأنك طالع فين، كل واحد منكم بعد كده لما يسافر على طريق هيتذكر الوعظة دي.
انت رايح فين؟ وانك رايح فين انت محتاج ترى انت رايح فين وترى انك بتقرب حتى متى تطوفين انت البنت المرتده يعني اللي بترجع لورا. ليه؟ لان الرب دي الان عايز قد خلق شيئا حديثا في الارض، حاجه ما حصلتش قبل كده. معظمكم يمكن سمعني بتامل في الايه دي قبل كده، بس انا بديك خلفيتها وبحطها في الكونتكست على النهارده. رب قد خلق شيئا حديثا في الارض. خلي بالك الجمله اللي جايه يعني لو انت بتقراها في اليوناني في العبري كانه حط نقطتين وقال لك ايه بقى الشيء الحديث ده. هو الجمله اللي جايه دي، هي الجمله اللي جايه دي، الجمله اللي جايه دي ما تنفعش ولا عهد قديم ولا عهد جديد ولا حتى تعليم عن الكنيسه. عهد قديم ما ينفعش انثى تحيط برجل على مستوى اجتماعي على مستوى مجتمعي على مستوى يهودي على مستوى شريعه يهوديه على مستوى شريعه في العهد القديم، ما ينفعش انثى تحيط برجل. اوكي جود مورنينج، انتوا هنا؟ اوكي، انثى تحيط برجل. فيقول لك الرب قد خلق شيئا حديثا في الارض، حاجه ما حصلتش قبل كده. مراحم ابديه احببتك ادمت لك الرحمه، قد وجد نعمه الشعب ساكن في البريه. ده كل ده ده كان قديم. ليه؟ الرب قد خلق شيئا حديثا في الارض، ولما استيقظت ونظرت لذ لي نومي، فرحت جدا. ليه؟ الرب عمل حاجه جديده قوي. ايه؟ انثى تحيط برجل، نقطه. الحقيقي 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 هو بيتكلم عن الكنيسه. تقول ازاي بيتكلم عن الكنيسه؟ ده 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 هو يسوع اللي بيحيط العريس، هو اللي بيحيط بالعروس. اقول لك اه ده اللي برضو المعتاد اللي احنا تعودنا عليه، مش الشيء الحديث. لان الرب يصنع شيء حديث، هذه الانثى هذه العروس بتحيط بالعريس، مش العريس بيحيط بالعروس. انثى تحيط برجل، هذه العروس بتحيط بالعريس. ليه؟ لان مستوى برضو هخش هلمز في الجمعه، مستوى سلطان العروس مش خايفه عايزه حد يحيط بيها. العروس بقت نظيره، العروس اتغيرت اتنقلت بقت معيده مش محصوره في ضعفها. العروس بقت معيده والعروس بقت بطله والعروس بقت بتحيط بالعريس، لان هي مش عايزه تشوف حاجه خالص غير العريس، فهي بتحيط بالعريس عشان العريس هو المركز. ويقول لك الرب خلق شيئا حديثا في الارض، مش العروس محتاجه حد يحيط بيها، ده العروس بتحيط بالعريس. كأن العريس محتاج حمايه، سور نار حولنا، مش كده؟ هو الرب. ده عهد قديم، الآية دي في العهد القديم سفر زكريا، سور نار ومجد في الوسط، ده عهد قديم. النبوة اللي بتنبأ بيها أرميا إن العروس حول العريس. ما تحاولش تعملها بالطريقة القديمة، تحسبها بالطريقة القديمة، ما تحاولش تحسبها بالطريقة دي. إن شكل العروس اللي رب يخلقها مختلف خالص عن شكل القديم. عشان كده بيتكلم بقى عن المسكن. يباركك الرب، عدد 23 قال وراها يباركك الرب يا مسكن البر يا أيها الجبل المقدس. تقولي إيه مسكن البر والجبل المقدس؟ أقولك اقرأ عبرانيين 12، أكيد أنتوا حفظتوها. لم نأتي إلى جبل عهد قديم، إلى تينا، إلى جبل الله، إلى كنيسة الله الحي أورشليم السماوية، إلى جبل صهيون. هو ده مسكن البر، ده الجبل المقدس، إلى كنيسة الرب. بس كنيسة الرب تتنقل بتنتفض، واللي بيخليها تنتفض إنها عينيها على الطريق وشايفة إنها عمالة بتقرب للقصد. الأرقام عمالة بتقل، 120 119 بعد شوية 80 بعد شوية 70 بعد شوية 60، هي رايحة للحتة وقلبها على الطريق على السكة اللي هي رايحة فيها، إنها رايحة للصورة اللي مليانة بهاء، جميلة كالقمر، مشرفة كالصباح، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بألوية. هي رايحة للسكة دي، ورب عمال بيخلق فيها، فيكي فيك فينا، بيخلق فينا عشيرة. والعشيرة دي مش احنا بس، عشيرة من كل كنيسة من كل قبيلة من كل لسان، عمال بيخلق عشيرة بره محدودية الأسماء مسميات الكنيسة، وبيطلع ناس شعب عشيرة ملكوت. والعشيرة دي بتتنقل فيها صورة العروس وسلطانها وبرها، مسكن البر جبل مقدس، بيتنقل الوقفة فيها مش محصورة في نفسها وأنا غلبانة ومحتاج حد يحاوط بيا، ده هي بتحيط بالعريس.
عينيها على العريس مرهبة كجيش بألوية، مش خايفة من حاجة، معيدة لإلهها، مدركة أن الزيت الجديد اللي بينسكب عليها زيت بهجة فرح، مش دم تقيل، مش الزيت القديم، فبتنفض القديم، لا اطرحي عنك البسي الحاجة الجديدة. أرواية النفس المعية، عدد 25، أرواية النفس المعية وكل نفس زائبة، خلاص ارمي ده، ارمي الإعياء وارمي النفس الزائبة. إناف يعني كفاية. 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 ليه؟ لأن رب يخلق شيء حديث، وبص على العلامات وشوف أنت رايح ليه ولا مش رايح ليه، 80 وراء 70 وراء 60، لو لقيتها 180 تلفيت. إلى متى تطوفين أيتها البنت المرتدة؟ وشوف الأرقام ماشية، ولو لقيت أنت حولت من اسكندرية يبقى أنت رحت حتة تاني خالص. ليه؟ لأن جسدنا بيخاف. بلاش اسكندرية، يعني معظمنا راح. لو أنت رايح الواحات الخارجة، في يفط، في يفط، لا في يفط. بس أنت أول مرة تمشي في طريق الواحات، وطريق بعيد وطريق صحر وطريق جديد، الواحات الخارجة، مؤكد 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 عينيك هتفضل مبرقة. ولو بقالك شوية مفيش يافطة بتقولك الرقم، لحسن نلاقي نفسنا في السودان. ليه؟ لأنك رايح الواحات، أو تلاقي نفسك في ليبيا. فأنت رايح سكة مرحتهاش قبل كده، فمحتاج جدا انك تركز انه الرقم بيقل وان الاسم هو هو، فما زالت انها واحات وما زال ان الرقم بيقل فبتقرب. وبالتالي لانك رايحين حتى شيئا حديثا في الارض، محتاج جدا انك تركز، لانه لو سبت نفسك للطبيعي هتلف وهتدور، وجسدك هقولك طب ما تدور على طريق السودان، ما تدور على اي طريق تاني. ليه؟ لانه انت عمرك ما مشيت في طريق الواحات قبل كده. علشان الوقت وعلشان ما وعصش من اجتماع الجمعه، ما أعد الرب، مش لم يخطر على بالك فهو طاير في الهوى، ما أعد الرب مليان فرح، مجد، قيمة، سلطان، نعمة، وانت محتاج ان ترى الأرقام عمالة بتقل تجاهه، فاهمين؟ 80 79 78 6. اوكي، فانت محتاج ترى الأرقام عمالة بتقل تجاهه، وطول ما انت ماشي، طول ما احنا داخلين للمرحلة اللي جاية، انت محتاج انك ترى الارقام عمالة بتقل تجاه الصورة اللي الرب بيحلم بيها، اللي انت لم تختبرها من قبل، من فرح، من سلطان، من نعمة، من عدم انحصار وعدم شفقة على النفس، من المكان الرب دعاك ليه، لانه هو دعاك لحتة ما رحتهاش قبل كده. الدم التقيل، انا اسف تعبير الدم التقيل، انا ما اقصدش حضرتك ولا حضرتك، اقصد ناس تاني. الدم التقيل بتاعنا او بتاع الجسد، انا اسف، بتاع الجسد بتاعنا بيقول لك انا عمري ما طلعت على طريق الواحد، فبلاش نعيد، بلاش ناخد الاجازه في الواحد، خلينا ناخدها في اسكندريه. اللي نعرفه ايه؟ فاللي نعرفه احسن ما نعرفوش. افرض العربيه تعطل في السكه، فجسدك لوقا خمسة يقول لك اللي نعرفه أحسن من نعرفه. لوقا خمسة، أنا هختم حيالا. عدد 33، لماذا يصوم؟ قالوا له، لماذا يصوم تلاميذ يوحنا كثيرا ويقدموا طلبات وكذلك تلاميذ الفريسيين أيضا؟ أما تلاميذك فيأكلون ويشربون.
معلش ادي تضحك. في نفس الموسم، في نفس الزمن الروحي، في ناس بتصوم كتير، ده مش ضد الصوم المعنى اللي انا هقوله، وبتقدم طلبات، وفي ناس عماله تاكل وتشرب. ده مش ضد الصوم، بس عشان ما حدش ده مش ضد الصوم. في نفس الموسم في ناس عماله بتصارع، ان كانوا مع يوحنا وان كانوا مع الفريسين وما بيشوفوش ولا معجزه، وفي نفس الموسم في ناس بتاكل وتشرب وكل يوم في معجزه. اوكي، لماذا يصوم؟ هم متغاظين. ليه الحياه الروحيه كتلاميذ يوحنا وتلاميذ الفريسيين دمها تقيل، والحياه الروحيه حواليك دمها خفيف، بياكلوا وبيشربوا؟ خليتوا لكم من كلمه كثيرا، دي كثيرا دي معناها ان هم مستثقلين الموضوع. احنا بنصوم كتير. قالوا له: لماذا يصوم تلاميذ يوحنا كتير وبيقدموا طلبات ومفيش حاجه حاصله، وكذلك تلاميذ الفريسيين ايضا، اما تلاميذك فياكلون ويشربون؟ كلكم عارفين الشواهد. عدد 36 بيشرح لهم المثل، قال لهم ايضا مثلا. احنا فاكرين النهارده اخر يوم في سلسله الامثال، امثال الملكوت. قال لهم ايضا مثلا: ليس احد يضع رقعه من ثوب جديد على ثوب عتيق، الجديد يشقه والعتيق لا توافق الرقعة التي من الجديد. مرتين: ليس أحد يضع رقعة من ثوب جديد على ثوب عتيق. ما ينفعش تبقى ما زلت بتلعب في النعمة بتاعت البرية وفي نفس الوقت تبقى أنثى تحيط برجل. تقول يعني ما فيش نعمة؟ ده احنا نعمة نعمة نعمة. أقول لك لا، ما دي نعمة ومحبة إيه؟ أبدية. بس ما ينفعش تفكر بطريقة نعمة البرية، لكن محتاج تدرك نعمة الأنثى التي تحيط برجل. ما ينفعش تخلطهم ببعض. ما ينفعش تفكر بشفقة عن النفس وتختبر أنثى تحيط برجل. ما ينفعش تفكر بطريقة قديمة، بخبرات قديمة، بالقديم بتاعك. ما ينفعش تفكر بالقاهرة وانت رايح الواحات. ما ينفعش تفكر بطريقة اسكندرية وتدور على ماستر وانت في طريق الواحات. ماستر ده اللي ما عرفش برضو هو الريست بتاع اسكندرية. احتياطي. فما ينفعش تدور على الريست بتاع طريق اسكندرية وانت في طريق الواحات. ما ينفعش. ما ينفعش تاخد رقعة جديدة وتحطها على توب قديم، كل حاجة تلخبط، العربية تتمزع، مش هتعرف توصل ولا حاجة. فالجديد يشق والعتيق لا توافقه الرقعة التي من جديد. الآية اللي جاية كلكم عارفينها: ليس أحد يجعل خمرا جديدة في زقاق عتيق تشق الخمر الجديد الزقاق. فالجديد يهرق والزقاق يتلف. يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة فتحفظ جميعا. في حاجة جديدة مسكوبة. ليس أحد إذا شرب العتيق، دي الآية العجيبة بتاعت إيه؟ لنعرفه أحسن ما نعرفوش، دي ترجمتها والتفسير بتاعها. ليس أحد إذا شرب العتيق يريد للوقت إيه؟ الجديد، لأنه يقول إيه؟ اللي نعرفه أحسن ما نعرفوش. يقول القديم أحسن، القديم أحلى، يا عم خلينا يا عم إيه؟ يا عم نروح اسكندرية. يا عم خلينا في العتيق، العتيق أطيب. يسوع اللي بيقول كده. فبتوع مش يوحنا شاور على يسوع وقال هذا هو حمل الله؟ ليه لسه في تلاميذ ليوحنا؟ لأنهم قالوا إيه؟ لا، قالوا نعرفه أحسن ما نعرفوش. مش كده؟ في مازال بقى تلاميذ يوحنا برغم ان يوحنا شهد عن يسوع هذا هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم مرتين. في تلاميذ من يوحنا ساب يوحنا وبقوا مع يسوع، بس في تلاميذ فضلوا. ليه؟ اللي نعرفه احسن ما نعرفوش. والتلاميذ اللي فضلوا بيصوموا كثيرا مع طلبات،
والتلاميذ اللي مع يسوع بياكلوا ويشربوا. انت جمال. لو 14 ومتى 22 فيهم مثلين هنقراها من لو 14. في متى 22 بيتكلم عن العرس، انسان عصر عرس، وفي لو 14 بيتكلم عن عشاء. اوكي، عدد 15. لما سمع ذلك واحد من المتكئين، لو 14:15، قال له: طوبى لمن ياكل خبزا في ملكوت الله. فقال له يسوع مثل: انسان صنع عشاء عظيما ودعا كثيرين، ارسل عبده في ساعه العشاء ليقول المدعوين: تعالوا، لان كل شيء قد اعد، قد اكمل، يعني قد اكمل. فابتدا الجميع براي واحد يستعفون. قال له الأول: أنا اشتريت حقلا، أنا مضطر أن أخرج وأنظره، أسألك أن تعفيني. قال آخر: اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ماضي لأمتحنها، أسألك أن تعفيني. قال آخر: أنت زوجت بامرأة لذلك لا أقدر أن أجيء. ده بيلخص كل اللي عايز أقوله. المثلين هما مثلين واحدين، لأنه يعني في متى 22 عرس، في لوقا 14 عشاء. اتخيل واحد عازم على فرح وعازم على عشاء عظيم، وفي ناس بتختار انها تروح لخمس ازواج بقر او تروح تشتغل في الحقل. انتوا متأثرين بالوعظات القديمة. الوعظات بتقول ايه؟ ده الشغل واهتمامات الشغل ومش عارف ايه، وكل ده مظبوط مظبوط. بس انا عايزك تقارن بس ما بين الحالتين، فرح وعشاء عظيم. دمه ايه ده؟ دمه خفيف، دمه حاجة كويسة. وانك تمشي مع 5 أزواج بقر في نفس الوقت، بدل ما تبقى في فرح تبقى مع بقر. في وعظات كتيرة كلها صح، بس أنا ببص على المبدأ، ببص على ريحة الاختيار. ما أقصدش البقر، أنتوا أشرار، ما كنتش في ناس أنا مش أنتوا، دمها تقيل، معروض عليها فرح وهي مختارة. حد فهم حاجة؟ معروض عليها أنها تفرح، كل شيء قد أعد، قد أكمل، أنثى تحيط برجل، بعمل حاجة جديدة، ملياش نفس، ملياش نفس أعيد، ملياش نفس أفرح، ملياش نفس أروح العشاء وأكل فيه، ملياش نفس. ليه؟ أصلا أنا عندي حبة بقر همشي معاهم، وحدي عندي حقل هقعد أفلح فيه، وهقعد أنا ومراتي في البيت ونقفل علينا الباب. حبيبي خد مراتك وروح العرس. انت فاهمين انا بتكلم على ايه؟ بدل ما تقعد حزين متكعور جوه نفسك وظروفك وعيد، المعروض عليك عيد والمعروض عليك عشاء عظيم، فمن فضلك بطل تبقى بره العيد وبره العشاء العظيم، عشان انت ظروفك وعندك حقل وعندك زوجة وعندك بقر. في حاجة جديدة الرب يعملها، اقف في العيد بتاعها وعيد. تقولي بس انا عندي مشكلة. حبيبي تقعد في المشكلة ولا تروح الفرح؟ بس انا عيان. اوكي، تقعد عيان في البيت انت ومراتك، اللي هو العايه، يعني مش مراتك، ما اقصدش ان مراتك عايه. الحاجه اللي انت شفقه على النفس، شفقه على النفس، يعني هي اللي انت اتجوزتها دي، شفقه على النفس اللي انت اتجوزتيها، بلاش زوجك اللي انت اتجوزتيه، شفقه على النفس ده. تقعد مع شفقه على النفس ولا تروح فرح؟
تروح عشاء عظيم لأن مش كل شيء قد أعد، ولا تقعد مع البار. في ناس بتقول العتيق أطيب، البقر اللي عرفه أحسن من الفرح اللي ما عرفوش. بليز من فضلكم. ليه؟ ده بيمنع أنك تخش للأمر الحديث اللي أنت ما دخلتوش قبل كده، لأنك ما بتحيتش، ما بتروحش العشاء العظيم. أنا عارف الوعظات تكلم عن السماء والعشاء العظيم، هو السماء والعرس هو السماء، وإحنا مشغولين في الأرض، ودي الوعظات الكلاسيك كلها صح، أوكي؟ بس أنا مش كلاسيك، أنا بتكلم على حاجة جوانا. إحنا بنميل إن إحنا ما نحبش نعيد، ما نحبش نفرح، ما نحبش ننسى نفسينا، دمنا تقيل، مش أنتوا، دمنا تقيل. فيبقى في عشاء عظيم، بس أنا بختار، بقول العتيق أطيب، بختار إني أمشي مع 5 أزواج بقر. ليه؟ إن وقوفي في العشاء العظيم، وقوفي في العرس، هو اللي بيخليني أختبر ما لم أختبره من قبل، وبيخرجني من الحتة القديمة اللي هي بلف فيها. فتلاميذ يوحنا عمالين بيصوموا وبيطلبوا طلبات ومفيش حاجة بتحصل، وفي عرس كل شيء قد أعد، العريس موجود. فاكرين؟ أذكرك بلقا 5، ما دام العريس موجود ما بيصوموش. فهم قاعدين بيصوموا وطلبات كثيرة، مفيش حاجة بتحصل، وفي عرس مش هيجي إن شاء الله. ده هو يسوع. العرس في التفسير الكلاسيك هو السماء، أوكي؟ بس العريس موجود، موجود جواكي، موجود جواك. فاحنا دمنا تقيل ليه؟ العريس موجود. حد فاهم حاجة؟ ده مش ضد الصوم، أنا مع الصوم جدا، ده مش ضد ده، بس الصوم اللي انك عايز تحضن العريس اكتر، وعايز العريس تخش جواك اكتر، لانك مشتاق لاكتر. تقدمك بيبقى ظاهر لانك بتعطش لاكتر من العريس. انك عايز انت تحيط بيه، مش عايز هو يحيط بيك عشان انت غلبان، عايز انت تحيط بيه من كل جهة، انثى تحيط برجل. وبالتالي من فضلك، عشان بس من فضلك اختار انك تبقى في العرس كل لحظة، اختار انك تبقى في العشاء العظيم كل لحظة. العرش والعشاء العظيم ده مش في السماء إن شاء الله، وإن كان هيبقى في السماء إن شاء الله، لكن العرش والعرس والعشاء العظيم دول موجودين في المسيح يسوع اللي قد أعد كل شيء من 2000 سنة، وقال قد أكمل، قد أعد كل شيء. فكين اللي حصل لما العبد رجع وقال له مشغولين دمهم تقيل، قال له إيه؟ أخرج عاجلا إلى شوارع المدينة وأزقتها، عدد 21، ادخل هناك المساكين والجدع والعرجلان. ليه؟ دول عايزين يفرحوا. الدمهم تقيل، دمهم تقيل، لكن عايزين يفرحوا. العرج والمساكين والجدع والعرج والعمي، قالوا اخرج الى الطرق، عدد 23، والسياجات، والزمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي. ليه؟ لانه دول عايزين يفرحوا، في عرس وانا عرج ومدعو، بس اللي معاه بقر عايز يقعد مع البقر. فمن فضلكم خلوا دمكم خفيف، الوعظة اسمها خلي دمك خفيف. اختار العرس، اختار العشاء اللي قد اعد ليك كل لحظة، كل لحظة، كل لحظة. وانت بتخلص السنة دي ثبت عينك، انا رايح لحتة مجيدة، وعناية متثبتة اني عمال بقرب 80 وراء 70 وراء 60، انا بتحرك وراه، اني بحب وعطشان. ليه؟ لان في عرس وفي عشاء عظيم قد اعد، فانا بتحرك وعايز افرح بقى. عايز البس الوعد اللي دعاني ليه، اللي هو مرهبك يا جيش بألوية، جميلك الامر. ما بتبقاش وعظة كفاية وعظات. عايز فعلا احيط بالرجل يسوع العريس. امين. تعالوا نغمض عينينا ونصلي.